أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة الصحافة، نبدأها بمقال في صحيفة يعني شفق التركية. اعتبر فيه ياسين أغطاي أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين شجع عليها رد الفعل الخجول في العالم الإسلامي والفشل في إظهار الموقف ككل. الأسوأ من ذلك أن مشاعر ماكرون المعادية للإسلام يشارك فيها بعض المسؤولين في العالم الإسلامي. رأى أن منظمة التعاون الإسلامي ملزمة بتطوير موقف مشترك وخطاب موحد ضد الهجمات الخارجية، ولكن قبل ذلك يجدر السؤال: هل المنظمة تمثل المسلمين حقا؟ إذ يجب عليها أولا التركيز على ما يفعله المسلمون ببعضهم بدلا مما يفعله غير المسلمين بالمسلمين. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن 90% من الاضطهاد الحالي للمسلمين يتم من قبل المسلمين أو من خلالهم. في العربي الجديد كتب عمر كوش مقالا بعنوان تصحيح مسار الثورة السودانية، قال فيه: يفيد تجدد المظاهرات المطالبة بتصحيح مسار الثورة وإسقاط الحكومة في السودان بأن أوضاع الناس فيه لم تتحسن كما كانوا يأملون، على الرغم من مرور أكثر من عام على إطاحة الثورة السودانية نظام الرئيس عمر البشير. أضاف: لم تستطع الحكومة الانتقالية التي نتجت عن تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين تقديم الكثير للسودانيين في ظل تحكم العسكر في مفاصل مهمة في السلطة، فالبرامج الإصلاحية الاقتصادية والسياسية التي أطلقها رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك لم تأتي أكلها. في فورن بوليسي تقرير يشير إلى أوجه الشبه بين الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هذا العام والانتخابات في البلدان التي تعرف بديمقراطيتها الهشة، وتنقل عن أحد المراقبين المخضرمين قوله: الانتخابات الأمريكية التي ستجري في 3 نوفمبر تشرين الثاني تشبه بشكل كبير تلك التي تجري في الدول الاستبدادية، ويوضح أن الولايات المتحدة تواجه حاليا نفس المشاكل التي انتقدناها في البلدان التي تكون فيها الديمقراطية هشة، حيث يهاجم المتنافسون عموما قواعد العملية أو نزاهتها، أو يتهمون المرشح المعارض بالغش، أو يعمدون إلى تخويف الناخبين أو إلى تهديدهم بالعنف. نبقى في الانتخابات الرئاسية، إذ استعرضت لوموند الفرنسية أبرز المراحل التي اتسمت بها ولاية دونالد ترامب، وقالت: منذ انتخابه المفاجئ على رأس الولايات المتحدة في نوفمبر 2016 وصولا إلى الحملة لإعادة انتخابه في 2020، كان أمام دونالد ترامب 4 سنوات لتغيير قواعد السياسة الأمريكية. وأضافت: منذ انتقاله إلى البيت الأبيض كان لدى ترامب الوقت الكافي للتغريد عشرات الآلاف من المرات، بينما تراجع عن العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الولايات المتحدة، في حين نجا من محاولة عزله. شهدت فترة ولايته أخطر أزمة صحية في القرن الحادي والعشرين. ننهي مشاهدينا فقرة الصحافة كالعادة بالكاريكاتور ونعود بسرعة إلى رولاند.